وكانت العرب إذا أحبت شيئا أكثرت من أسمائه، ولذلك ترى المسلمين وقد أكثروا من أسماء سيدنا النبي. وجاء شخص من العلماء اسمه ابن دحية ألف الروضة المنيفة في الأسماء الشريفة، ووصل بها إلى أكثر من 250 اسم، وقالوا إن النبي له عند المسلمين 1000 اسم كلها صفات قائمة به صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وهو محمود وهو أحمد وهو مصطفى وهو المتوكل على الله وهو العاقب وهو الشافي وهو الكافي وهو صاحب السيف وهو صاحب الوحيين وهو وهكذا. ولما تروح المدينة المنورة ربنا يكتب لنا زيارة الحبيب، وتدخل المسجد تجد أتراك كتبوا أسماءه على داير داير كده. وجمع السيوطي بعد ابن دحية أيضا كتابا في أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكر المسلمون أن من هذه الأسماء ما تأولوه من القرآن، أي طه وياسين. بعض العلماء يقول لك دي حروف مقطعة زي ألف لام ميم وألف لام راء، مش أسماء يعني. وبعض برض الناس يقول لك لا، طه، لأنه قال له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كأنه يخاطبه. فطه وياسين من الأسماء التي سمي بها النبي عند المسلمين، وتجد الناس تكثر من تسمية بطه وياسين تيمنا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم.